بسم الله الرحمن الرحيم. من المسائل التي ينبغي على طالب دراسة الأسانيد أن يفقهها وأن يتقنها وأن يتعلمها، وهي مسألة شروط المتصدر للتصحيح والتضعيف. طبعا لابد أن يعرف الطالب أن المتقدمين والمتأخرين من العلماء، حتى من المعاصرين الذين تأهلوا للحكم على الحديث صحة وضعفا، وأصبحت عندهم الملكة والإتقان لهذا العلم، قد توفرت فيهم من الشروط ما أهلتهم لهذا. لذلك أنت اليوم تعرف هذا الباب وتعرف هذه القواعد، لكن أن تتأهل اعتبر هذه الشروط في نفسك لتصبح أهلا لهذا العلم فيما بعد. من هذه الصفات طبعا ومن هذه الشروط التقوى والمتانة في الدين، وهذا يعني يلزم منه أن يأتي بالشهادتين وفرائض الإسلام مع المحافظة على شعائر الإسلام الأخرى، يعني لا يرى ولا يشاهد إلا ويعتقد المشاهد له أن هذا الرجل مما توفر فيه الإسلام وعظمت فيه شعائر الإسلام وأتى عليها جميعا. بمعنى أنه تجده مهتما، يعني تجد هذا العالم قد اهتم بالفرائض واهتم بالنوافل واهتم بالسنن واهتم بالشعائر والآداب والأخلاق وراعى المروءة وخوارمها إلى آخرها. التقوى ومتانة في الدين، هذه التقوى تمنعه من التهاون في المأمورات، وتمنعه من فعل المنكرات، ومن فعل المفسقات التي تعتبر مثل المفسقات، مثل ارتكاب الكبائر أو الإصرار على فعل صغائر. المسألة الثانية التمكن من أدوات الاجتهاد في المسائل. كل علم له شروط وله أدوات توصله إلى درجة الاجتهاد، فعلم الحديث أيضا يحتاج إلى أن تكون راسخا في قواعد علوم الحديث، راسخا في علم العلل، راسخا في اللغة، راسخا في علوم الحديث إلى آخره. الشرط الثالث إتقان علوم الحديث وفنونه نظريا وتطبيقيا، وهي مسألة يتخصص فيها الطالب. عندنا مثلا مساق علوم حديث واحد وعلوم حديث اثنين، يعرف فيها الصحيح ويعرف فيها الضعيف ويعرف فيها الحسن، وكيف نشأ الصحيح وكيف نشأ الحسن وكيف نشأ الضعيف، وما هي شروط الضعيف وما هي شروط الصحيح، وما هو أنواع الصحيح وما هو أنواع المقبول وما هو أنواع الضعيف إلى آخره. لذلك لابد أن يتقن علوم الحديث نظريا وتطبيقيا. الشرط الرابع العلم بمناهج المحدثين العارفين بالرجال والعلل. يعني في عندنا مثلا أئمة من الأئمة النقاد، من الأئمة النقاد والحفاظ للحديث، مثلا منهم متشددون ومنهم متساهلون ومنهم معتدلون، بعضهم كانت له استعمالات خاصة، بعضهم كانت له عبارات خاصة، بعضهم له إشارات خاصة استعملوها. لا بد أن نتعرف على مناهج هؤلاء. مثلا هناك بعض المحدثين مثل بقي بن مخلد، مثل عبد الرحمن بن مهدي، مثل يحيى القطان وغيرهم. هؤلاء إذا رووا عن راوي خلاص يحكم لهذا الراوي بأنه ثقة، لأن من منهج هذا العالم أنه لا يروي إلا عن ثقة. فالعلم بمناهج المحدثين العارفين بالرجال والعلل هو الشرط والوصف الرابع للمتصدر للتصحيح والتضعيف. العلم الشرط الخامس أو الوصف الخامس العلم بألفاظ الجرح والتعديل والمعرفة بمراتبها مع فهم استعمال العلماء لها. مثلا عندنا من هذه المسائل مثلا لفظة مودن أو مؤذن، هي تكتب في كتب اللغة وكتب الرجال وكتب علوم الحديث ميم واو دال، فهذه إما أن تقرأ مودن بمعنى هالك أو مؤذن يعني بمعنى متقن. فلو تأملنا إلى هذه العبارة لابد أن نعرف أنها
أن نعرف المراد فيها وماذا يقصد العلماء بها. وبالتالي هذه العبارة ننظر إلى أقوال النقاد فيه، إن وجدناه من الضعف الشديد بمكان فتكون هذه العبارة معناها مود، يعني هالك. أما إن كان ثقة، صحيح الحديث، مقبول الحديث، فتكون معناها مؤد، يعني يؤدي الحديث على الوجه المطلوب. أيضا لابد من فهم استعمال العلماء لهذه العبارة. مثلا كلمة لص أو يسرق الحديث، لأول وهلة يتبادر إلى ذهن السامع أن هذه علامة ضعف وتجريح في الراوي، لكن الصحيح أن هذه العبارة قيلت في حق راوي في دلالة على إتقانه، يعني يأخذ العبارة من فم الشيخ ويحفظها ويتقنها مباشرة. فقالوا لص يسرق الحديث، يعني زي ما بيسموها اليوم بالعامية وخدها وهي طايرة، بسرقها من تم الواحد سرقة. وبالتالي هي عبارة مدح، لذلك لابد من العلم بألفاظ الجرح والتعديل والمعرفة بمراتبها. الشرط والوصف الثالث مجالسة أهل العلم المتخصصين في هذا الفن ومناظرتهم في هذا الفن واستكساب الخبرة منهم. قديش الطالب يقعد بين يدي متخصص في علم الحديث ويراجعه ويسائله ويسأله ويستشكل ما عنده ويطرح من الأسئلة الكثيرة، بقدر ما يستفيد من ذلك وبقدر ما يملأ جعبته ويعود مملوء الوطاب من قواعد وضوابط هذا الفن. هذا لابد من مجالسة. لذلك طالب العلم بالذات اللي يريد أن يتقن علم التصحيح والتضعيف يجب أن يجالس المتخصصين في هذا الفن. الوصف السابع الصبر الطويل في تتبع الطرق واستفراغ الوسع في البحث والترقيب. طبعا بعض طلاب دراسة الأسانيد ربما يجد الأمر شاقا في البداية ويستثقل التكاليف ويستصعب بعض المسائل، لكن سبحان الله مع الممارسة ومع المدة الطويلة والملازمة لهذا العلم تتكسر هذه الجدران الصلبة أمام الطالب، ثم يصبح يستسهل هذا العلم بل يتذوق حلاوته بمجرد ما أعطى هذا العلم من نفس طويل وصبر حسن في التوسع في هذا. كل طريقة من طرق دراسة الأسانيد، كل حديث يحتاج إلى نفس طويل وإلى صبر طويل، ولا يستعجل قطف الثمرة بل يحتاج إلى تأني. وهذه فرصة أمام الطالب أن يتقن هذا العلم. الأمر الثامن بناء أحكامه في التصحيح والتضعيف على غلبة الظن لا الجزم اليقيني. حتى لو قلنا أن هذا الحديث صحيح بدون أن نقول إسناده صحيح، هذه الأحكام بشكل عام سواء قلنا حديث صحيح أو إسناده صحيح هي مبنية على غلبة الظن، يعني يغلب على الظن أنه صحيح، ولا يستطيع أحد أن يجزم، ولم يجزم العلماء بصحة أحاديث إلا الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم ولم يختلف عليها أحد. أما عدا ذلك فكل هذه الأحاديث حتى عند المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين هي مبنية على غلبة الظن لا الجزم اليقيني. الوصف التاسع عدم استعمال الطرق المخالفة لمنهج أهل الحديث في الحكم على الأحاديث. طبعا احنا نتكلم عن دراسة الأسانيد، يعني عند أهل الأسانيد، يعني عند أهل الحديث، يعني عند المحدثين، يعني عند النقاد وعلماء الجرح والتعديل، فقط عند المتخصصين في هذا العلم. لأنه في عندنا مثلا مدرسة الفقهاء، مدرسة المفسرين، مدرسة المتخصصين في العقيدة، مدرسة أهل الأدب، مدرسة، هذه كلها مدارس لا يعول عليها في الحكم على الحديث إلا فقط على مدرسة المحدثين. لذلك أي منهج يخالف منهج المحدثين لا التفات إليه. مثلا من هذه المناهج هناك فريق من العلماء يتبنى إعمال العقل في دراسة الأسانيد، يعرض الحديث سندا ومتنا على عقله، فإن وافق عقله صحح الحديث وإن وافقه العقل صحح الحديث. وهذه كارثة لا يعقل، وهذه مسألة يعني يعبر عن أهلها ويوصف أهلها بالعقلانيين.
الذين يعملون العقل في النصوص. المفترض أن العقل يتبع النقل إن صح أو ضعف، يعني إن حال الصحة والضعف العقل يتبع النقل. وبالتالي موضوع إعمال العقل، صحيح الصحابة استعملوا العقل يعني، لكنهم لم يستعملوه في رد الأحاديث أو ضعفها إلا عبر قواعد، وهذه تحتاج إلى جهابذة كبار. أما قضية أني أجعل العقل هو الميزان في قبول الأحاديث وضعفها فهذا مرفوض. لذلك ابن تيمية يقول: لا يعلم حديث واحد يخالف العقل أو السمع الصحيح إلا وهو عند أهل العلم ضعيف بل موضوع. إذا في موافقة، وخاصة ابن تيمية صاحب كتاب موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، أو درء تعارض العقل مع النقل. فهذه قاعدة عند العلماء، إنه فيش حديث صحيح يخالف العقل نهائيا. وبالتالي نحن أمام مسألة مهمة، اللي هي عدم إعمال العقل في الحكم على الأحاديث. بل بصل بعضهم إنه ضعف حديث الذبابة إذا وقعت في أحدكم لأنها تخالف العقل، مع العلم أن الصحة العالمية وأن منظمات الصحة وأن بحوث الصحة العالمية أثبتت صحة هذا الحديث، وأن في إحدى جناحي هذه الذبابة داء وفي الآخر دواء. من المناهج المخالفة في الحكم على الأحاديث اللي هي قضية الحكم على الأحاديث بالكشف، يعني وهو مصطلح يعني يستعمله المتصوفون كثيرا وأهل الطرق من الصوفية، يقصدون أن الله عز وجل يكشف لهم بعض الأشياء من وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا وشهودا. يعني مثلا يعني بيقول لك أنتم، يعني أحد الصوفية كان يستهزئ على بعض المحدثين الذي كان يقول: حدثنا عبد الرزاق يعني الصنعاني، قال له: أنت تقول حدثني عبد الرزاق وأنا أقول حدثني الرزاق، هذول طلعوا من جماعة حدثني قلبي عن ربي. يعني يدرك أمورا بنور إلهي لا بالسماع. هذا الكلام مع تقديرنا وإجلالنا لأصحابه لا يبنى عليه علم ولا يستفاد منه حكم ولا يطبق في قواعد الحكم على الأحاديث. العلم مأخوذ بالسماع والتلقي، والرواية مأخوذة بالجلوس بين يدي العلماء سماعا قراءة إجازة. أما هذا هو منهج المحدثين. أما أن أصحح حديث بمجرد أنه كشف لي أو فتحت لي بعض الحجب أو أن الله عز وجل خصني بكرامة، هذا كلام لا يسمن ولا يغني من جوع في عرف المحدثين. يعني عندكم الشعراني وهو من كبار متأخري الصوفية قال: زعم أن صحة حديث أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وهذا حديث أصلا ضعفه العلماء ضعفا شديدا، وفي متنه نكارة أصلا، لأنه في بعض المسائل للصحابة تفرد بها بعض الصحابة، وفي بعض أحد الصحابة كان يأكل يجوز للصائم أن يأكل البرد اللي هو الثلج الصغير هذا، قال هذا لا يفطر، مع أن جماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أنه يفطر. فلو أخذنا وتتبعنا شواذ مسائل الصحابة في بعض المسائل لخالفنا ما عليه العلماء من صنيع قبول الأحاديث وضعفها وردها. لذلك هذه المسألة مهمة، قضية أن طالب العلم يعرف ويعي أنه في هناك منهج واضح للمحدثين. قضية الكشف والوجد هذه والاطلاع على الأمور الغيبية لا يعول عليها في هذا الميزان. ومثله ومن بابه تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم للحديث في النوم. بعضهم يأتي ويقول: أنا والله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن هذا الحديث فقال لي صحيح. وبعضهم يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي هذا حديث ضعيف. الرؤى والمنامات بإجماع العلماء سلفا وخلفا على أنه لا يبنى عليها أحكام نهائيا. نعم صحيح رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن لا يعول عليها ولا يستنبط منها أحكام، وخاصة في الحكم على الأحاديث. هذه مسألة من المسائل التي من الشروط التي ينبغي أن يراعيها طالب الحديث. يعني تقريبا هذه بعض المسائل اللي نود أن نشير إليها في المقدمة، وإن شاء الله المحاضرة الجاية
نشرع عمليا في المراحل المتبعة لدراسة الأسانيد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله فيكم.